Good morning, dear students. Welcome back to a new episode of our English program for today. We're happy to meet you today. Today we're going to deal with Unit 15, the grammar points, and we'll have some exercises. But first of all, let's welcome Mrs. Caroline Magdi. Welcome, Mrs. Caroline. Hello, Ms. Amin. Hello, how are you? Hello, my dear students. Welcome back to our episode today. As usual, we are going to introduce one of our important units, Unit 15. We'll be having not only the text, but also we're going to include plenty of vocabulary, exercises, definitions, and more of grammar as well. Please be prepared, get ready, and let's start. Prepositions and expression. Get to, يصل إلى. Take pride in, يفخر بشيء. Cut into rock, يحفر في الصخر. Reach a length of, يصل طوله إلى. لما أكون بقيس حاجة وعايز أقول طولها كذا أقدر أقول it reaches a length of 1 kilometer for example or 1 centimeter. A journey on the underground. وكلمة underground يعني المترو يبقى معناها رحلة بالمترو. Connect with يعني يوصل بحاجة أو يرتبط بها. ممكن connect something with أو connect حاجة بني آدم with something else. Cut into pieces يقطع إلى قطع صغيرة. Save them a lot of money. وsave them زي ما قلنا save بنستعملها for money وممكن نستعملها كمان for time. فلما أقول save them a lot of money يعني بوفر قدر من المال. Cut into a particular shape يعني بيقطع حاجة لأجزاء معينة أو أشكال معينة بتبقى دايما قطع صغيرة برضه. Provide water for agriculture بوفر مية للزراعة. Accessible to يعني حاجة متاحة، متاحة لشخص أو متاحة لشيء. Keep the attackers out. Attackers اللي هم المهاجمين. فto keep the attackers out يعني بحاول أبعدهم أو أخليهم بعيد عن المكان اللي إحنا فيه. Be proud of. Be proud of يعني فخور بي. وpride كلمة pride P-R-I-D-E دايما بتبقى بمعنى الكرامة. لكن proud صفة بمعنى فخور. Be made out of. ونخلي بالنا ده phrasal verb مهم لأنه كلمة made out of ده الverb ومعاه اتنين preposition وto be made out of يعني مصنوع من شيء. Be attached to يعني متصل بشيء معين. Now we are going to go into more collocations and vocabulary for translation. ده جزء مهم جدا لأنه لما بنتكلم على جزء الترانسليشن الترانسليشن الترجمة. الترجمة زي ما احنا قلنا قبل كده هي مش ترجمة حرفية. يعني أنا لو خدت كل كلمة وحطيت بدلها كلمة تانية مش هيطلع الشكل مظبوط زي ما بتكلم في العربي. فأنا لازم أخلي بالي إنه في بعض الكلمات هتتحول لفريزل فيربز عشان تبقى حلوة ما ينفعش إن هي تتحط مجرد ترجمة حرفية. وكمان ايه الفيرب اللي بيجي مع النون؟ ده معنى كلمة collocations. ايه هو الفيرب اللي بيجي مع النون؟ زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي مثلا لو انا بقول save money ما اقدرش اقول كلمة مثلا do money لازم تتحط كده اهو. فدي بعض collocations المهمة اللي هتفيدنا كمان في استعمال الترانسليشن بتاعت. Let's see some more. A massive project. كلمة massive اصلا يعني حاجة كبيرة جدا زي great زي giant زي huge. فبنقول عليها مشروع هائل. أخلي بالي كويس وأنا بترجم. Building site. كلمة building site يعني موقع البناء. Site هو الموقع يعني الموقع المكان الهندسي أو المكان اللي بيقام فيه أي شيء. وbuilding site هو موقع البناء. برضو دي من الكلمات المهمة اللي ممكن تجينا كتير في الترجمة. ولازم نحفظها كده زي ما هي لأنها بتضيف جمال للقطعة اللي احنا بنترجمها. Building materials. كلمة materials يعني مواد معينة. فأنا لما بقول building materials يبقى معنى كده أن أنا بتكلم على مواد البناء. Road construction يعني إيه road construction؟ To construct يعني يبني. Road construction يعني الطريقة اللي ببني بيها أو إنشاء الطرق. أنا ممكن دلوقتي لو عايز أستعملها تيجي في بالي كذا كلمة ممكن أقول build roads ممكن أقول repair roads. طب هل هي زي التانية؟ لا. Build road construction يعني إنشاء الطرق أو إن إحنا نقيم طرق جديدة.
ultraviolet rays. كلمة ultraviolet, ultra أصلا يعني فوق, وviolet إحنا عارفين هو اللون البنفسجي. ultraviolet rays الأشعة الفوق بنفسجية. infrared rays, وهنا نفرق بين الultraviolet rays والinfrared. الانفراريد الأشعة تحت الحمراء, ودي بتترجم بطريقة ودي تترجم بطريقة, فنخلي بالنا من الفرق بين ultraviolet rays وinfrared rays. remove obstacles, كلمة remove يعني يزيل, فلما بزيل حاجة هنا كلمة obstacles يعني عوائق, ف remove obstacles يعني يزيل العقبات أو العوائق اللي بتعقني إن أنا أنفذ شيء معين, سواء في مذاكرة سواء حاجة مادية في طريق, يبقى دي اسمها remove obstacles. massive efforts, massive قلنا ضخم أو كبير, efforts مجهودات, يبقى الجهود الهائلة هتتحط بالناسق ده massive efforts. make a plan, وعايز أركز شوية على كلمة plan. plan يعني خطة, خلي بالك من الفرق بين plan و plane with an e, علشان في طلبة كتيرة بيلخبطوا بينهم في البرونسيشن. ف to make a plan إن أنا بجهز خطة أو بعمل خطة علشان أنفذ شيء معين. foreign investment, foreign investment, investment استثمار, و foreign أجنبي يبقى الاستثمار الأجنبي. أخلي بالي لأنه في بعض الناس لما بتيجي تترجم الكلمات بتحطها بنفس الترتيب زي العربي, يعني تقول foreign investment تروح حاطط أجنبي وبعدين تروح حاطط استثمار. طبعا عندنا عارفين أنه الترجمة من English لفرنش, English لعربي, غير من عربي لإنجليش. ليه؟ لأنه في العربي إحنا بنحط الصفة بعد الاسم, لكن في الإنجليش بنحط الأدجكتيف الأول and then the noun. يبقى أنا خلي بالي foreign investment هتبقى الاستثمار الأجنبي. Now let's move to see some definitions of the important words. emission, يعني ايه emission? emission gas or heat that is sent out. emission كلمة مهمة, معناها الانبعاثات او اي شيء بيخرج من حاجة محترقة او من حاجة حصل فيها حاجة chemical. emission الverb بتاعها, وده مهم قوي, it's to emit, emit E-M-I-T الverb, و emission الناون بتاعتنا اللي هي الانبعاثات زي الانبعاثات الكربونية carbon emissions and so. ray, كلمة ray is a narrow beam of light from the sun. احنا خدنا من شوية ultraviolet وخدنا الانفراريد, ودول انواع من انواع الرايز, اوكي الاشعة, بس هنا بنقول array ده الشعاع اللي منبعث من الشمس, يعني شعاع الشمس, a narrow beam of light from the sun. investment, ولسه قايلين investment the noun of the verb to invest something that you buy or pay for because it will be valuable or useful later. power cut, كلمة power احنا عارفين ان هي يعني الطاقة, وcut قطع, طبعا لما هاجي اترجمها معناها انقطاع في الطاقة او انقطاع في الكهرباء, اللي هي معناها when electricity suddenly stops, يبقى لما النور بيتقطع او الكهرباء بتفصل بقول ان this is a power cut. carve, carve is a verb to cut stone or wood into a particular shape, يعني يحفر او يحفر حاجه زي ينحت, ف this is to carve something. لما اقول الروك مثلا, we carved the rock into this statue, يعني حفرناها او نحتناها لهذا الشكل. ونخلي بالنا بالفرق ما بين carve و crave. carve ينحت او يحفر, اما crave واحد بيدور على حاجه وبيسعى ليها. cliff, it is a high steep rock or piece of land, يعني حاجة منحدرة جدا. خلي بالنا دايما واحنا بنبقى نازلين مثلا من جبل او حاجة يقولك there is a cliff. cliff يعني منحدر. illuminate, illuminate is a verb which is to make light shine on something, يشرق عليه او ينير او يضيء. base, it is a hard surface in which other things can be built, بمعنى قاعدة. يبقى أنا عندي base هنا اللي هو أساس أو قاعدة بقدر أبني عليها حاجة, سواء قاعدة تمثال أو قاعدة بيانات أو whatever, يبقى this is called a base. position as a verb to put something or someone in a place, وخلي بالنا إن عندنا position verb وعندنا position noun. position noun يعني مكانه أو موقعه أو الوظيفة المسؤولية اللي هو مطلوبة منه, لكن كلمة position as a verb يعني to position something, يعني يحطها في مكان معين أو يحطها باتجاه معين. solar panel, it is an equipment that changes the sun's light
into electricity اللي هي أنا بغير الطاقة بتاعي ضوء الشمس والطاقة الشمسية بخليها كهرباء. يبقى احنا المشروعات اللي بتبنى على ان انا استخدم الطاقة الشمسية دي بستخدم لها جهاز اسمه solar panel. Commuter. الكمبيوتر this is a noun comes from the verb to commute وthis is someone who regularly travels to work. طبعا كلمة travels to work يمكن غريبة علينا شوية، هو احنا بنروح الشغل سفر؟ لا، هي الفكرة كلها انه كان يقال او من ده من قديم انه الناس اللي كانت بتسافر من بلد لبلد ولو قريبة مسافة مثلا 50 كيلو او حاجة كده للعمل كانوا بيسموهم commuters او they commute to work. دلوقتي بقت تطلق على طول على اي حد مجرد ان هو رحلة السفر للعمل او الرحلة اللي بيروح فيها للعمل بقينا بنسميها commuting. ف the commuter is the person who travels regularly to work، عادة هو بيسافر او في مسافة بعيدة شوية من مكان بيته الى العمل. Read the following passage carefully. هنبتدى نقرا ونسمع الباسج and then try to answer the questions. Building and engineering. There are some amazing works of engineering around the world, both ancient and modern. Abu Simbel is the site of two temples which were carved into a cliff in about 1250 BCE. The larger temple was positioned so that at certain times of the year, the rays of the rising sun would illuminate the temple statues. In 1954, the government decided to build the Aswan High Dam. This meant that the Nile Valley would be flooded and that Abu Simbel itself would be underwater. So, plans were made to rescue it. The massive statues were cut into pieces and raised over 60 meters up the cliff, where they were attached to a concrete base. Today, the temples, which were reopened in 1968, are an amazing combination of ancient and modern engineering. Many years after the building of Abu Simbel, China had a different problem, which was solved by another great engineering project. Enemies were attacking the rich towns of northern China. The emperor decided to keep the attackers out, so work on the Great Wall of China began in 2220 BCE. Eventually, the 6,400 kilometer long wall became the longest structure ever built. It can't have been easy because it was all made without machines. One of the most important modern engineering projects took place in 2014 in South Africa. Until recently, the country often had problems with its electricity, and there were often power cuts, which can't have been easy for a lot of people. For this reason, the Jasper Solar Energy Project was completed near the city of Kimberley. This is now one of the largest solar power stations in Africa. It has 325/360 solar panels, which produce enough energy for up to 80,000 homes, but with zero emissions. Now let's go to language notes, and these are some important notes concerning the language, with vocabulary, with expressions, with collocations, with some grammatical expressions. مهم جدا الجزء ده لانه ده اللي احنا بنطلع منه زي ما بنقول الفوكابلري بتاعنا، الستراكشر بتاعنا، الحاجات اللي بتخصنا كتير بعد كده through the exercises of the exam. فlet's start with some of the language notes. Commute from, to, or commute between, and. This means to move or to travel from a place to another, which, as we said, usually going to work. يبقى معناها يسافر يوميا من وإلى مكان العمل. طيب لو أنا بقول إن أنا هسافر أنا بستخدم كلمة travel. يبقى travel هنا بتوضح السفر عموما، لكن كلمة commute معناها to travel to work، وزي ما ميس كارولين قالت travel هنا مش معناها السفر، هي معناها الانتقال من بيتي لمكان العمل بتاعي. John commutes to Cairo every day. Commutes هنا مستخدمة بمعنى travels.
There has been a major increase in air travel during the last 20 years. John commutes to Cairo every day. There has been a major increase in air travel during the last 20 years. الفرق بين كلمة commutes و travel هنا جاية travel بمعنى general. أنا بتكلم على air travel معناها السفر عن طريق الطيران. لكن كلمة to commutes to Cairo معناها moves to Cairo or travels to Cairo in order to go to his work. Remind someone to do something or remind someone of something. وهنا كلمة remind يعني يذكر. When I remind someone to do something يعني أنا بذكره يعمل شيء. لكن when I remind him of something أنا بفكره بالشيء اتعمل. يبقى واحدة منهم وأنا بفكره something will happen بعديها. لكن remind someone of something أنا بفكره بالشيء كان في الماضي. The two verbs the same. والجملة كلها تقريبا the same. الـ preposition بس to do الـ verb والـ preposition والتاني اللي معاه someone of مجرد الفرق ده غير المعنى من حاجة هتتعمل لحاجة حصلت بذكره بيها. remember بس يتذكر لكن remember about يتذكر عن. لما أقول I remember to do something افتكرت لكن I remember about our visits يبقى أنا بحاول أفتكر حاجة in the past that used to happen. I can't remember her name مش قادرة افتكر الاسم بتاعها مش قادرة اتذكره. لكن لما اقول please remind me to bring my camera يعني انت فكرني ان انا اجيب الكاميرا. في فرق بين فعل انا اللي بعمله اللي هو remember و remind حد التاني بيذكرني بحاجة او شيء بيفكرني بشيء قديم وده دايما بيرجع لحاجة كانت في الباست. He reminded me of my promise. هو ذكرني بوعدي. Compare to يعني بيشبه شيء باخر او بيقارن حاجة. طيب compare with أنا بقارنها يبقى compare something to something أنا بشبهه. يعني أنا لو جيت قلت لك مثلا I compare البنوتة دي to the moon يبقى أنا قلت إنها she is beautiful as the moon يبقى أنا شبهتها بحاجة. لكن لو compare something with something يبقى أنا بقارن شيء بشيء. يعني أنا مثلا هقارن طول حاجة بطول حاجة معين أو وزن حاجة بوزن حاجة تانية يبقى أنا أخد بالي من الفرق بين compare to اللي هي معناها إن أنا هشبه شيء بشيء و compare with ان انا بعمل مقارنة بين حاجتين. The police compared the suspect's fingerprints with those found at the crime scene. هنا عمل مقارنة ما بين fingerprints اللي هي بصمات اصابع و fingerprints تانية موجودة في مكان الجريمة. يبقى انا هنا بعمل comparison between two things that are the same. عندي example تاني. Compared to with يعني انا هنا بعمل هقول لك بالمقارنه لكذا. يعني انا لو جيت قلت اكزامبل وقلت ان انا compared to our small flat Bill's house seemed like a palace. انا عملت هنا comparison ما بين الفلات بتاعتي الصغيره وبيلز هاوس اللي هو الكبير والاثنين هنا من نفس النوع. فانا بقولت ان بيلز هاوس عامل زي ما يكون قصر بالنسبه للشقه بتاعتي الصغيره. انا عملت comparison ما بين حاجتين من نفس النوع and عشان أوضح درجة الاختلاف بينهم. In comparison with or to something أنا هنا برضو عقدت مقارنة. لو جيت أدور على example هبص ألاقي أقول in comparison to or with other video games this one isn't very exciting. أنا عملت comparison أو عملت مقارنة ما بين فيديو جيم اللي أنا بشتغل بيها دلوقتي أو اللي أنا بلعب بيها وفيديو جيمز التانيين. فقلت لك لو أنا عقدت مقارنة أو مقارنة بالفيديو جيمز التانيين الفيديو جيم دي is not interesting or exciting. طيب we are going to see some important abbreviations. Abbreviations يعني اختصارات. بعض الاختصارات المهمة اللي بتفرق معانا لأنه لازم تبقى فاهمين يعني إيه لأن أنا ممكن أتسأل فيها. طيب أول حاجة عندنا BCE يعني before the Christian أو before the Christian era. before the Christian era يعني قبل العصر المسيحي اللي هي ممكن أقولها BCE أو أختصرها بس ل BC اللي هي before Christ أو قبل قدوم السيد المسيح. يبقى قبل العصر المسيحي أو قبل الميلاد. CE يعني common era والcommon era هي الChristian era. ده كان العصر اللي كان موجود اللي كان قبليه يعني بيتحسب قبليه التوقيت قبل او بعد. دايما بنقول قبل الميلاد او بعد الميلاد. ف
فقبل الميلاد اللي هو بي ده معروف، لكن السي اي اللي هو الكومن ايرا او الكريستيان ايرا. طب لو عايز اقول قبل الميلاد الاي دي اللي هي انو دوميني، وانو دوميني هي كمان معناها بعد الميلاد. انا بحسبها نخلي بالنا عشان الحسابات بتاعتها بتنقص طبعا زي ما احنا عارفين مش بتزيد، فانا لما احط زي ما بنحط السنين الهجري بينقص لحد ما بنوصل للسنه الاساسيه، فعشان كده دايما نخلي بالنا بيفور اللي هي بي سي بيفور كرايست ولا اي دي انو دوميني. Words that often confuse us. نشوف مجموعة من الwords اللي دايما بيلخبطونا. عندي كلمة eliminate بالI معناها يضيء أو ينير. طيب لو أنا عملت comparison بينها وما بين كلمة eliminate. Eliminate بالE معناها أنه هو يمحو أو يزيل أو يبعد ويستبعد شيء معين. يبقى عندي eliminate و eliminate difference بينهم. The streets were illuminated with colored lights. يعني أضيئت الشوارع بالcolored lights. Our team was eliminated in the first round. يعني خرج أو اتهزم أو ما قدرش إن هو يكمل. يبقى هنا eliminate معناها يقلل أو يخرج أو يهزم. وeliminate يعني يضيء. طب we should try to eliminate illiteracy. وilliteracy هنا معناها الأمية in Egypt. طبعا هنا كلمة eliminate معناها يمحو الأمية في مصر. Exercises on vocabulary and language notes. This is a very important part. نبتدي مع بعض نركز كويس نختار مظبوط ونخلي بالنا من الـ sentence structure. Every morning we can see the sun space the temple. Insulting, eliminating, humiliating and illuminating. طبعا لما نشوف بنتكلم على الشمس insulting يعني بيحتقر او بيقول كلام سخيف، eliminating بيمحو او بيزيل، humiliating يعني بيهين حد، لكن illuminating هي اللي بتشع او بتنير، يبقى طبعا illuminating. Some of the building projects in China are possessive, decisive, massive, explosive. طبعا احنا هنا بنتكلم على مشروعات، يبقى معنى كده ان انا هختار كلمة massive. احنا خدناها في translation massive projects اللي هي مشروعات هائلة. I like it in the morning when the first of sunshine come into my room. The first rays displays trays or sprays. طبعا هي الصح هي rays displays عروض او معروضات، trays صواني او حاجه مسطحه، وsprays الحاجات اللي بنبق بيها. طبعا هي مش ولا واحده من دول، هي the first rays of sunshine. A journey on the underground space 5 pounds costs pays gives or makes. طبعا انا عندي pays معناها يدفع، gives يعطي، makes يعني يصنع او يفعل شيء. أنا لما بتكلم على التكلفة يبقى لازم أقول it costs 5 pounds. People can space money by traveling on the underground. أنا سمع ناس على طول من قبل ما تسمع الأوبشنز قالوا الكولوكيشن اللي خدناه keep money, waste money, save money or develop. في ناس اتلخبطت بين keep و save، لكن أنا عارفة إنه الصح هي save. ليه؟ لأن إحنا قلنا ده collocation to save money يعني يوفر نقود. The first line of the Paris metro system started, opened, destroyed, or made in 1900. طبعا أنا بتكلم على افتتاح مترو أو كده، يبقى أنا هقول إن هو opened in 1900. That tunnel has a what of 7 meters, a size, a diameter, a weight, or a price. طبعا the tunnel لما بتكلم على وسع أو الاتساع بتاع النفق فهو أكيد diameter القطر. The height of the space is 25 meters of the street stiff staff or cliff. طبعا انا هنا بتكلم على ارتفاع، يبقى مش هينفع ان انا اختار غير cliff اللي هي معناها منحدر. At night bright lights always space the front of the palace. They illuminate or they eliminate or contaminate or originate. طبعا illuminate عارفين هيضيء، eliminate يمحو او يزيل او يخرج، contaminate يلوث، واوريجينيت يخلق او يخلق حاجه. يبقى طبعا at night bright lights always illuminate the front of the palace. Dear students, we're so happy that we've met you today. Hope that you got benefit. Please study hard, revise all the points that we have covered. Don't hesitate to send us any inquiry
and waiting for you next time. Thank you. My dear students, thank you very much for the time that we spent together. Hope that you have benefited a lot from what we have presented. As Ms. Amanis had said, please revise all what we have mentioned, very importantly, and waiting for you next time. Thank you and goodbye.